احنا صار 33 سنة احنا نركض على هاي الشغلة، روحوا للمحاربين، روحوا مدري وين، روحوا مدري وين، وضامين علينا الشغلات كلها هاي، ما قبضنا منهم، وعندنا كتب رسمية من قبل الصليب الأحمر ومن جنيف وكل الدول تدري بينا. شنو السبب اللي ظالمين انتو عمي؟ لحد رفعه بالقماط وياخذ راتب؟ ليش احنا مو عراقيين يا عمي؟ احنا اللي وقفنا، 33 دولة وقفت ويانا، احنا وقفنا بوجوههم، احنا وقفنا بوجوههم، حرب ايران 8 سنوات احنا حاربنا، 33 دولة هجمت علينا وما قدرت علينا الجيش العراقي البطل احنا، ليش هالشكل احنا مظلومين عمي؟ ليش تطلبونا منتخب راكم؟ انتخبناكم وجبناكم وقعدناكم على الكمليات، قال يا تهيجي احنا مظلومين عمي ليش؟